ما يزال أمر تشكيل البرلمان يستعصي على الشركاء في الحكومة الانتقالية. يعني هل الأمر بكل هذا التعقيد أم هنالك أشياء أخرى؟ الأمر ازداد تعقيدا طبعا. إذا قبل يومين الأمر كان أقل تعقيدا، لكنه بعد يومين ازداد تعقيدا. ما الجديد؟ تذكر تماما حين وقعت الوثيقة الدستورية كان الحديث عن أن قوى الحرية والتغيير لها الأغلبية الثلثين، وثلث كان للعسكريين. ثم بعد أن دخلت حركات الكفاح المسلح تناقصت الأعداد لقوى الحرية والتغيير، أصبح عدد الأعضاء لها نحو 165 عضوا. ثم وقع خلاف ما بين قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة. لجان المقاومة قالت أنها لن تقبل بهذه القسمة الضيزة وهذه المقاعد التي منحت لها. ثم وقع الانشقاق ما بين قوى الحرية والتغيير. الآن ما هي قوى الحرية والتغيير؟ حزب الأمة كان قبل يومين قد دعا إلى اجتماع وقال أنه يجمد عمل المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، وقال أنه يريد تماما أن يغير كل أعضاء المكون المدني في مجلس السيادة، ويريد في خلال أسبوعين أن ندعو لاجتماع لإعادة هيكلة قوى الحرية والتغيير. الآن قوى الحرية والتغيير أصبحت فريقين. فالمكون العسكري الذي يريد أن يعين عضويته في المجلس الشريف، من يشاور في قوى الحرية والتغيير؟ هذا الفريق أم هذا الفريق؟ لم تعد قوى الحرية والتغيير على قلب رجل واحد يا أخ عمار. على ماذا باتت؟ باتت على قلب أكثر من رجل. من هم أو من يمثلون يعني؟ حزب الأمة ومنظمات مجتمع مدني ومبادرة نسوية وعدد من الأحزاب. هؤلاء لا يعترفون بقوى الحرية والتغيير الحالية التي تمثل من؟ من؟ تمثل المؤتمر السوداني والمقرر إبراهيم الشيخ، وتمثل حزب البعث، وتمثل التجمع الاتحاديين فيصل كرار. طيب. الحزب الشيوعي خارج كل هذه الحزمة، خارج هذه الحزمة وخارج هذه الحزمة. إلى ماذا أعادك أو إلى ماذا تنظر إذا عدت بالبصرة كرة أو كرتين إلى هذا التشرذم داخل المكونات المطلبية والسياسية؟ طبعا هذا التشرذم مغلق وخطير، لأننا كنا في فترة من الفترات نتحدث عن الحاضنة. الآن أي حاضنة نتحدث عنها؟ والحواضن أصبحت كسر. والحزب الشيوعي الذي كان جزءا من هذه الحاضنة يدعو إلى إسقاط الحكومة وإلى عودة الثورة إلى مسارها ومجراها من جديد. حزب الأمة قوى الحرية والتغيير الآن الموجودة، المؤتمر السوداني والبعث والاتحادين قالوا أن حزب الأمة هذا هو الذي أخر تكوين المجلس التشريعي، وهو الذي كان ينادي بقسمة كبيرة في مجلس الوزراء، وهو الذي ينادي بقسمة كبيرة في الولاة، وهو الذي ينادي بقسمة كبيرة في المجلس التشريعي. الآن الجميع أقبل بعضهم على بعض يتلاومون.